هاي طنبورين أو الدف من الآلات الموسيقية الإيقاعية القديمة يلي انوجدت بروما القديمة، اليونان، الهند والشرق الأوسط وكانت تستخدم باستعمالات دينية. كلمة طنبورين مشتقة من الفرنسية طنبور يلي بتعني الطبل. الطنبورين موجود اليوم بعدة أنماط موسيقية مثل الروك ان رول، الموسيقى الكلاسيكية، البوب وغيرهم، وعدد كبير من الحضارات بعده بيستخدمهم اليوم بالاحتفالات الدينية. تم إجراء تعديلات كتيرة على هالآلة لكنها بعدها بتشبه الآلة القديمة بشكل كبير. من الموسيقيين يلي استخدموا الدف فريدي ميركوري، روبرت بلانت، بيتر جابريل، ستيفي نيكس وجيم موريسون. مين قال إنه موزارت كان من أول الموسيقيين يلي استخدموا الدف بالتأليف وتشايكوفسكي أدخلوا بالباليه الشهير The Nutcracker Suite؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.